رعت الدكتورة بسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين حفل الإفطار السنوي الخيري الذي نظمته مجموعة كشافة ومشيدات مطرانية الروم الكاثوليك في أم السماق بعمان، بحضور الأب الدكتور بسام شحتيت النائب الأسقف العام في المطرانية نيابة عن المطران جوزيف جبارة والنائب السابق قيس زيدي وممثلين عن مجموعات كشفية من الزرقاء وإربد، وبمشاركة أخوية المعونة الدائمة وحضور عدد من العائلات من مختلف الرعايا. وبعد أن قدم الأب شحتيت صلاة ومباركة لهذا الإفطار الخيري، رحبت الدكتورة السمعان بكافة الحاضرين وشكرتهم على تلبيتهم لهذه الدعوة التي ترسخ المحبة وتشيع الفرح والبهجة بين عائلاتهم. كانت رعايتنا لهذا النشاط اليوم أنا بعتبره صبحية لمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماء، طبعا برعاية قائد طارق مسلم يعطيهم العافية المجموعة الرائعة. النشاطات الرعوية والكشفية والشبيبية من افطارات وسهرات والى اخره، هذا كلياته لدعمهم، لدعم مسيرتهم، دعم نشاطاتهم خلال السنه، وخاصه انه احنا مقبلين كمان على اعياد الميلاديه، واكيد راح تزيد نشاطاتهم واشتراكاتهم بهاي الاحتفالات. فطبعا الدعم واجب علينا، والمشاركه حلوه، والاجواء كانت عائليه جميله بهذا الفطور، بتشوفوا الاولاد أطفال وأبوهاتهم أمهاتهم، وهيك حلو يعني هاي لمة العيلة، ولسه لازال كان الطقس حلو كمان، فالله يعطيهم العافية، وبتمنى أنه يكون كان الإفطار ناجح موفق وحقق أهدافه، لكن جمعتنا ولمتنا كانت هي الأحلى، فربنا يوفق الجميع، وأنتوا كمان يعطيكم العافية نورسات. اليوم في صباحا في هذا الإفطار الجميل صار في سحب ويا نصيب، وأنا أعتقد هاي من الأمور اللي يجب أن تستمر سنة تلو الأخرى. الله يعطيكم العافية ويعطي هاي الكشافة الجميلة الحقيقية كل التقدير وكل المحبة وكل الاحترام. شكراً لكم. كان كتير حلو، أجواء كتير عائلية، جينا حبينا نيجي نشارك بالإيفنت هذا، انبسطنا كتير، وإن شاء الله دائماً رح نشارك معاهم بأي احتفال هن بيعملوه، كل سنة وهن سالمين وموفقين دائماً. فطورنا السنوي المعتاد نعمله كل سنة مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماء، هاي السنة قررنا يكون بمطعم السنيور برعاية الدكتورة باسمة السمعان، ونشكرها شكر دائم على تواجدها معنا ودعمها الدائم لإلنا. كمان بنشكر مكتب وفضائية نورسات على تغطية كل أحداثنا وكل نشاطاتنا واحتفالاتنا.